دون كلل يواصل محافظ أرخبيل سقطرى قيادة المواجهة المحتدمة حاليا بين السلطات الشرعية من جهة والإمارات وعملائها من جهة أخرى لفرض النفوذ في أكبر الجزر اليمنية الواقعة على المحيط الهندي على مدى الأيام الماضية اعتمدت الإمارات خططا متعددة لفرض نفوذها في سقطرة عبر الأدوات المحلية ذاتها التي استنسختها في عدد من المحافظات الجنوبية للبلاد وفي الثامن عشر من هذا الشهر بدأت أبو ظبي بتنفيذ أولى هذه الخطط لاحتلال سقطرى بمحاولة للسيطرة بالقوة على ميناء حلافة عبر عناصر تنتمي للحزام الأمني الانفصالي سرعان ما تمكنت القوات العسكرية والأمنية التابعة للسلطة الشرعية من إفشال المحاولة لم تمض أيام قليلة حتى سير ناشطون انفصاليون مظاهرة مناهضة لمحافظ سقطرى تجلت في أهدافها وشعاراتها البصمات الواضحة لأبو ظبي وفي أعقابها شهدت مدينة قلنسية مسيرة مؤيدة للمحافظ وللسلطة المحلية في سلطة في حكومة شرعية وكل من يخرج عن الحكومة الشرعية وعن السلطة سيردع حسابه. وفي موازاة ذلك أجرى محافظ سقطرى رمز محروس لقاءات موسعة مع مشائخ وأعيان المحافظة أظهرت جميعها مستوى التأييد الذي تتمتع به السلطة الشرعية في أوساط المجتمع السقطري الذي لا يزال حائطا قويا في مواجهه المحاولات السافره لسلخ سقطرى عن هويتها اليمنيه. جدد المحافظ محروس تاكيد السلطه المحليه الرفض الكامل لمحاوله تاسيس حزام امني في سقطرى مستذكرا التداعيات الخطيره على امن واستقرار بعض المحافظات جراء عبث هذه الاحزمه. على مدى خمس سنوات من الحرب تفرغت ابو ظبي لفرض نفوذها في سقطرى كمقدمه لسلخ الارخبيل عن هويته اليمنيه. وكانت اولى خطواتها لتحقيق هذا الهدف احتكار تسير الرحلات الجويه الى الارخبيل ومنح شركه اتصالات اماراتيه الحق في تشغيل الهاتف النقال والاستحواذ على المرافق الخدميه ومصادره صلاحيه السلطه المحليه في ادارتها وانتهاء برفع الاعلام الاماراتيه في مباني وتقاطعات السقطره للايحاء بقوه الحضور الاماراتي في هذا الارخبيل اليمني العتيد طعنة غادرة في خاصرة اليمن وضعتها الإمارات في منطقة تبعد عن أقرب ساحة مواجهة مسلحة في البلاد أكثر من ألف ميل كل ذلك جرى ويجري تحت أنظار القوات السعودية التي تورط قائدها مؤخرا في ممالأة الانفصاليين من الحزام الأمني المدعوم من أبو ظبي وذلك عبر محاولته تمكينهم من الاستحواذ على السيارات التي أفرغتها عنوة سفينة إماراتية قبل أن تغادر الميناء بطريقة غير مشروعة سلوك واجهه محافظ سقطرى بحزم شديد مذكرا القائد السعودي بانه عضو في اللجنه الامنيه التي تخضع لقرار المحافظ وليس لاي شخص او اي جهه اخرى